اخترع الصيني دينغ واي طلمبة مائية تستخلص المعادن في السودان دون إلحاق أضرار بالبيئة، وقد أثبتت التجربة نجاحا بنسبة 80%، وتستخلص الطلمبة الصغيرة نصف طن من الذهب في الساعة الواحدة، كما تستخلص الطلمبة الكبيرة 5 أطنان من الذهب في الساعة. وقد اعتبر المختصون هذه التجربة نقلة نوعية في استخلاص الذهب بالماء دون اللجوء إلى السيانيد أو الزئبق. وتعزز التجربة مساعي الحكومة لإيقاف التعامل بالزئبق في العام 2020، مما يدفع من تطوير الاقتصاد الوطني. أخيرا وداعا للزئبق والسيانيد في استخلاص المعادن، ولأول مرة في السودان مشروع الطواحين المائية لاستخلاص الذهب دون الحوجة للمواد الضارة تلك، والتي أثارت جدلا كثيفا في الآونة الأخيرة. هذا المشروع الذي ابتكره الصيني جين كوي وقام باختراع هذه الماكنة التي تعمل بطاقة عالية وبكل سهولة ويسر باستخدام المياه، وقد أثبتت التجارب استخلاص الذهب بنسبة 80%. هدفي هو تطوير اقتصاد السودان ومساعدة المعدنين بإيجاد بديل مناسب للمواد الضارة، لذا حرصت على اختراع تقنية تعمل بالمياه صديقة للبيئة والإنسان، حيث لا مضار بل نسبة الاستخلاص عالية. وهذا المشروع الذي يعتبر صديقا للإنسان والبيئة على عكس المواد الضارة الأخرى، يعتبر بديلا للزئبق وداعما لقرار 2020 بإيقاف الزئبق نهائيا، ما يكون مبشرا لدعم هذا الاتجاه والتوسع في مثل هذه المشاريع. نهضة السودان وتطوير المعدنين التقليديين بيتم بهذا، لأنه نسبة كبيرة من الذهب حق المعدن ده بيطلع في الكرتة، فنحن دارين الذهب بتاع المعدن ده يجيب حجره اللي بيجيبه نكسره ونطحنه بيطلع به نسبة استخلاص عالية جدا في زمن وجيز بدون استخدام زئبق أو أي مواد سيانايد غير صديقة للبيئة. بتستخدم الماء في جميع المراحل بتاعت التنقية بتاعتها، ما فيها غبار، ما فيها أزعاج، ما فيها مضار لصحة البيئة، مو صحيحة للبيئة. فبالتالي مشروعنا ده سميناه بدائل الزئبق. الزئبق طبعا عالميا في 2020 حيكون موقف عالميا، اللي هو من مداره البيئية، لأنه الزئبق كمعدن المنطقة اللي بيقعد فيها ما بينتهي، وله إشعاعات بيستمر في المنطقة. المكنة دي اللي هي صديقة للبيئة، تستخدم المياه ويرخص تشغيل، التكلفة التشغيلية بسيطة جدا، الصيانة بتاعتها بتتراوح من 5 سنة لعشرين سنة. التكلفة بتاعتها مقارنة بإنتاج الذهب اللي بتنتجه شيء مربح جدا جدا. هدفنا الأول والأخير تطوير المعدنين الأهليين. وهذه الماكنة تقوم بمراحل الإنتاج كافة، خاصة طحن الحجارة كميزة تفضيلية، ثم تعرض للمياه مباشرة، ما يزيد من ارتفاع نسبة الاستخلاص. كسر الحجر لمقاس 1 سنتيمتر، دي المكنة الكسارة الأولى. الحول الكسارة الثانية بتاخد 0.5 mm. المرحلة بعد منها طوالي السير الناقل، هو السير عبارة هنا مربوط بنظام تايمر بغزل المكنة أوتوماتيك. أول مكنة تاخد الكفاية بتاعتها، السير بيجيب طوالي أوتوماتيك. المرحلة اللي بعد منها طوالي نمرة 3، مرحلة الطحين في المكنة، الجهاز الصديق للبيئة. الطحين بيتم بصورة سلسة جدا، وهي عبارة عن جهاز صديق للبيئة، ما بنستخدم فيها السيانايد ولا الزئبق. بيتم تحمل الحجر بمقياس 600 ل 500 مش. بعد ما انتهي عمل الطحين في نظام طرد مركزي، بتمشي الكرتة بنحولها لحاجة اسمها شكن تيبل، عن طريق الضغط، عن طريق الموية، ما معي ثاني إضافات أخرى. إذن لا توجس بعد هذا من إيقاف التعامل بالزئبق طالما النتائج أفضل باستخدام هذه التقنية المبتكرة، والتي ستسهم كثيرا للارتقاء بنسبة استخلاص المعادن دفعا للاقتصاد السوداني وتطورا ملحوظا في هكذا مناحي. نقلة جديدة في عالم التعدين،
هذه هي الطواحين الهوائية التي ستضع حدا للمعاناة الكثيرة في استخدام الزئبق المؤثر لصحة الإنسان والبيئة. وهذه النقلة هي ستنقل أيضا الاقتصاد السوداني إلى بر اليمن. ناجي فاروق الشروق من الولايات الشمالية وادي حلفا موقع الطواحين.